السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في الوحدة الثانية الأسبوع الرابع. أنا ميلو، دقيقة مجال الحياة الثقافية الفنية، التطبيقات الكتابية، أقرأ النص. حان حان موعد موعد الاحتفال بنهاية الأسدس 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 الأول يعني راه بحال اللي عندنا حنا الأسدس الأول من السنة الدراسية. أخبرت إيطو أستاذتها بأنها تريد اشتراك في هذا الاحتفال بعزف قطعات موسيقية على البيانو. ظلت إيطو تتدرب أسبوعا كاملا دون أن تدري زميلاتها بذلك. في يوم الاحتفال رأى في يوم الاحتفال في يوم الاحتفال نعم في يوم الاحتفال رأى الجمهور فتاة صغيرة تعزف بأناملها دقيقة قطعة موسيقية رائعة. لما انتهت وقفت لتحيي الجمهور الذي صفق لها بحرارة. أنجز على دفتري، أصل الكلمات بمعناها بحسب سياق النص. تتدرب، تتمرن، تلعب، تتهيأ، تتمرن. إذن تتمرن، تتدرب يعني تتمرن. أنامل، أقدار، أصابع، أقلام. أصابع ها هي الأنمال. أنامل بأنمالها، بأناملها، تعزف بأناملها يعني البيانو كنعزفو بالأنامل ديالنا يعني بالأصابع. أصل الاختيار المناسب. سيقام الحفل. في نهاية السنة الدراسية، في نهاية الأسدس الثاني من السنة، في نهاية الأسدس الأول من السنة، يعني هو في نهاية الأسدس الأول من السنة. ها هي حان موعد الاحتفال بنهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية. ثالثا، أشكر ما كتب بلون أزرق في النص. أخبرت إيطو أستاذتها بأنها تريد الاشتراك في هذه الموسيقى على البيانو لدرجة أسبوع كبيرا، وهي دون أن تدري زميلاتها بذلك. في يوم الاحتفال رأى الجمهور فتاة صغيرة تعزف بأناملها الدقيقة قطعة موسيقية رائعة. لما انتهت وقفت لتحيي الجمهور الذي صفق لها بحرارة. أتمم من الأجدول. الفعل الصحيح نوعه ظلت. ارجعوا إلى الماضي المفرد ديال المذكر. ضل يعني فعل ضلالة. هي ضلالة. فهذا هو نوعه فعل. هو صحيح. مشي سليم ومشي مهموز. شنو كيقول مضعف. هو مضاعف. هي تضعيف مضاعف. تعزف عزف. ردوا دائما الى الماضي. الماضي ديال المذكر الغائب. هو كنقول ديما هو. هو عزف. فهو صحيح. سليم. استخرج من النص فعلا لازما واخر متعديا واركبهما في جمله. مثلا نقولوا مثلا اخبرت. فهو هذا اخبرت إيطو استاذتها. اخبرت إيطو استاذتها. نقولوا ماذا اخبرت. نعم ماذا اخبرت. اخبرت إيطو استاذتها. فبالتالي هذا لا فعل متعدي. نقول هو اخبرت إيطو. هو اخبرت. هو فعل متعدي متعد
ونديرو في جملة. أخبرت إيطو. لا هو راه كاين أخبرت إيطو. لا هو راه هو ديرو في جملة تا. أخبرت الأستاذة أمي. أخبرت الأستاذة بأن أختي. أخبرت أمي أختي. أخبرتها علاش؟ أختي. أخبرت أمي أختي أن تأتي. أن تأتي. إيه قولي لي عندك. أن تأتي. تيا با بعد باكي باكرا. باكرا أخبرتها باش تجي باكرا من الحفل. باكرا أخبرت أمي أختي أن تأتي باكرا. هذا مثلا. هذا خلينا نقول هذا في لازم. هذا أخبرت مثلا. تعزف أو صفق. صفق نقول صفق مثلا. ماذا صفق؟ ماذا صفق؟ فهي صفق لها بحرارة. يعني صفق فهو فعل. فعل ليس متعدي. لازم. هو لا لازم. إذا نقول صفق. صفق ما نقولوش ماذا صفق. إذا ما نقول صفق يعني الجمهور. الجمهور. جمهور. أو نقول صفقة بدأ أولا. فعل. قولي لي فعل. فعل لازم. هو فعل لازم. فعل في جملة. هو صفقة. صفقة الجمهور. الجمهور بح بحرارة. بحرارة. صفق الجمهور بحرارة. فهو أخبر فهو فعل متعدي وصفقة فعل لازم. إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله. وإلى اللقاء. وإلى اللقاء.